لما يجي الطفل يشتكي لأهله ويكلمهم يقول له ضربني، يقول اضربه، اعمل زيه، خذ حقك. فإحنا دائما يعني مبدأ العين بالعين، يعني هذا كان موجود كنصيحة للطفل. هذه بلطجة، القانون موجود. صحيح. وقانونا ومجتمعيا وادبيا، لانه اليوم انا بربي ابني مو بس عشان انا يكون ابني متربي، انا ما اعلمهم الند بالند، لازم نعرف انه في جهات مختصه تاخذ هذا الحق، سواء الاداره في المدرسه او جهات ممتاز. قانونيه او في الاول الاسره. فالتربيه اليوم في نقطه مهمه، اليوم انا لو قلت لولدي روح اضرب، حتى بكره لو صارت مشكله اسريه داخل البيت، اول شيء حيسويه انه يرد الصاع صاعين او العين بالعين، وتنتهي بجريمه في الاخير. بالضبط. فالاسره لازم تقنن في اسلوب التربيه وكيفيه اخذ الحق بطريقه صحيحه، لانه هذا الطريقه وهذا الاسلوب حيمشي مع الطفل طول عمره. فالطالب اللي تعود انه انا لازم اضرب، لازم اسب، لازم اهين، فهو حيتعود طول حياته. ممتاز، وضحت الصوره. التعامل مع الناس. شكرا لك الأستاذة دعاء زهران، مستشارة أسرية واجتماعية، ناقش الموضوع معك من جانب نفسي واجتماعي. نرجع لك.